العشق بيني وبين السحاري والعشق ساري بيني وبين الفرس وام الغثيث المذاري. مسافة وعقول ما هي نظيفة، أنا القلب كافر ريافة والروح صارت رهيفة، حالة الفاقدة ولافة وسارح مع هم طيفة. البل تتبع فعلها وفارس ماله عجاجة والعقد يحمي أولها وفالغي مروق عجاجة. كلمة نصيحة وقرح وران والسر طاهية بالريحة ولحق اذان ملفاية تسمع بريحة بصوت البيح وتخاز فوق الحسير الضريح ويسعد ملتا بصابي ريحة. العمل الثقافي من خلال هيئة المهرجان هذه السنة كان أحد أشكال التعبير عن الحكم المحلي في بعده الثقافي، وقد أتقن أبناء هيئة المهرجان هذه الأمانة وأدوا رسالة، وعلينا جميعا أن نقف لهم تحية أكبار وأعشاب من أجل هذا النجاح. هذه تظاهرة تعبر عن تعبيرة ثقافية أصيلة في جهة الفوار، ما تلاحظوا أن الدورة كانت متميزة من خلال البرمجة ومن خلال عدد الأيام. إن شاء الله في السنة القادمة يكون دعم أكثر لهذا المهرجان من أجل المحافظة على هذا الموروث الثقافي. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم أهل الفوار. من بنزرت للفوار جيت وقلبي والع نار، من بنزرت للفوار جيت ومعايا الأزهار. نقول من بنزرت
وسط البنقردين برور وبحور وشطآن جبال وصحاري وديان، مشهورة بيل البلدان والسيرة على كل لسان، والعرض ديما موصان اسمك غالي يا ميتان. التظاهرة هذه معناها كانت الدورة هذه كانت أغلبيتها معناها مجموعة من الشباب اللي هي مجموعة ناشطة والحرص نتاعها على أنها باش تنجح التظاهرة هذه، وبصراحة المجهودات كانت بكثرة من جميع الأهالي في معتمدية الفوارة كامل الناس كلها حاطة اليد في اليد. الطيب بن حميد مدير الدورة السادسة للمهرجان الدولي للأغنية البدوية في دورة السادس كما قلت اللي انطلق اليوم إن شاء الله بقافلة تجسد عادات وتقاليد المنطقة جوب مدينة الفوار معلنة على افتتاح فعالية الدورة. أيضا هذا العرض اللي قدمنا فيه ملحمة بعمل فواري بحث من خلال الفكرة والإخراج والتجسيد اللي جسد عادات وتقاليد المنطقة، يوظف الغناء البدوي والشعر الشعبي في مختلف الفقرات، إن شاء الله نكون قدمنا من خلاله كل ما نقدر عليه لهذا البلد الطيب، إن شاء الله نعطوا الرسالة لشبابنا أن يكمل المسار، إن شاء الله المهرجان في فقرات القادمة يعجب المتتبعين. We'll be right back.